السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من سلسلة اللايت بورد. النهاردة يكون موضوعنا عن تكنولوجيا جديدة جدا، كتير بنسمع عنها لكن نادرا ما بنستخدمها في الواقع، والأكثر من كده يعني في نقطة يعني ليك اوف نوليدج أو في ضعف شوية في النوليدج الخاصة بالتكنولوجيا دي. فهدفنا النهاردة هنشرح كده الكونسبت الخاص بالتكنولوجيا ديت، ايه البنفيتس الخاصة بيها، ازاي هي بتشتغل، وايه اليوز كيس اللي ممكن نستخدمها عندنا، وايه احسن الشركات اللي بتشتغل في هذا المجال. هنتكلم النهاردة عن موضوع سيرفر ليست تكنولوجي او الفانكشن از ا سيرفيس. ليه اكتر من مسمى لكن هو الاشهر ليها اللي هو سيرفر ليست او الفانكشن از ا سيرفيس او الفانكشن بصفة عامة. الفانكشنال سيرفيس او سيرفرلس نوع من انواع المايكرو سيرفيس تكنولوجي، بارت منه، اوكي، من احد التكنولوجيات تحت الامبريلا الكبيره اللي هي اسمها مايكرو سيرفيس. السيرفرلس لو عرفناه كده هو عباره ان انت بتروح تعمل ران او اكسكيوشن لكود معين او فانكشن معينه من ابلكيشن عندك. بمعنى ان احنا عندنا عارفين الابليكيشن بتاعنا كنا بنشغله سواء فيزيكالي او فيرشوالي او على جوه كونتينر. الابليكيشن ده بصفه عامه ككود هو عباره عن فانكشن، مجموعه من الاكواد، مجموعه من التاسكات اللي جوه الابليكيشن بينفذ حاجات معينه. كاي واحد بروجرامنج او حتى مش بروجرامنج فاهم الكونسبت ده، اي برنامج موجود عباره عن بعض الاكواد او بعض الفانكشن اللي بتشتغل في وقت معين طبقا لكونديشن وظرف معين بينطلب منها. طيب لو احنا جينا دلوقتي قلنا ان احنا ممكن نشغل الفانكشن دي لوحدها، مش محتاج انا اشغل مش محتاج اشغل الابلكيشن بشكل كامل سواء فيرتشوال ماشين او كونتينر، لا انا هشغل بارت من الابلكيشن ده. لو قسمنا الابلكيشن عندنا ابلكيشن حتى كبير او صغير، لكن الابلكيشن ده بيعمل اكتر من تاسك. على سبيل المثال لو عندنا ابلكيشن مثلا الريجستريشن سيستم، الابلكيشن ده من احد ادوار ان هو بيعمل ريجستر، ده يعتبر مديول او فانكشن، ان اليوزر ده بيابلود الفايل والداتا ده عباره عن فانكشن، اليوزر ده بيبعت ريكوست او سبورت ده عباره عن فانكشن، اليوزر ده بيريتريفنج داتا ده عباره عن فانكشن وغيرها. فحتى بيسموها بعض الاحيان مديولز، بس المديول اكبر الفانكشن اقل. فالفانكشن دي في النهايه في الباك اند عباره عن كود في النهايه، بغض النظر ايه اللانجوج اللي بتستخدمها سواء جافا ولا جيسون ولا اكسم اللانجوج الموجود عندك. احنا عندنا الاوبشن دلوقتي في السيرفر ليس ان احنا نروح نشغل الكود ده فقط، ما شغلش الابلكيشن. على حسب الريكوست اللي بيجي لي هشغل الكود ده جوه سيرفر وبينفذ لي اكسكيوشن للسيرفيس او التاسك اللي هو المفترض الكود ده بينفذها. اوكي، الفكره جت اساسا من ان احنا بنحاول نوفر الريسورس وبنحاول نوفر المجهود الكبير. لما نشوف البينيفيتس في ناحيه المانج للسيرفرز، انا دلوقتي كراجل بروجرامنج بروح اشغل التاسك دي وخلاص، بروح اشغلها على سيرفر. سيرفر ده على فكره انا ما بشوفوش، ده سيرفر ده عباره عن بفتح قدامي كده ما بشوفش سيرفر، بشوف كده بوكس كبير على حسب اللانجوج اللي انا عامل بيها البروجرامنج ده، بحط الكود نفسه جواه وبعمل اكسكيوشن وبقدر اعمل له كونديشن على حسب الكونديشن ده بيتنفذ الكود ده. فانا مش محتاج يكون لي عندي خبره بالسيرفر، حتى مش محتاج يكون عندي سيرفر حقيقي، ده انا بيكون عندي بستخدم كلاود سيرفيس كتيره جدا هو على حسب التاسك بتاعي بيحاسبني. اوكي، والتاسك ديت هنشوفها بتشتغل ازاي في الباك اند. فده الفكره الاساسيه ان احنا بنحاول نشغل الابلكيشن از فانكشن مش ابلكيشن كامل. لذلك احنا بدأنا نعتبر ان هو مراحل من مراحل التطور الخاص بالكونتينر او الانفراستراكشر بصفه عامه. التدرج بتاعنا شكل ما نشوف الصوره اللي قدامنا دلوقتي ان احنا تدرجنا من الشكل التراديشنال اللي هو عباره عن هيفي ابلكيشن. التراديشنال بتاعنا عباره عن الابلكيشن بتاعنا موجود بشكل او اكتر من ابلكيشن، الى ان احنا عملنا الابلكيشن في صوره اجزاء، ممكن الابلكيشن ده في صوره كذا بارت، اوكي، او السيستم ده عباره عن كذا جزء كذا ابلكيشن متكون من كذا ابلكيشن، او ان الابلكيشن نفسه بنعمل منه كذا كوبي زي ما بنعمل في كونتينر تكنولوجي. فده التراديشنال وده عباره عن الكونتينر. اوكي، والتطور اللي بعد كده اللي هو بقى عباره عن الفانكشن، ان احنا بنقسم بقى ده الى اكواد. ده الفانكشن عندي،
كل مربع قدامنا ده عبارة عن كود او فانكشن من جوه الابليكيشن اللي عندنا. هو المفترض هو هنا الفانكشن بتتكون، الابليكيشن بيتكون من فانكشن. انا بحاول اقسمه هنا، ده السيرفرلس او بيسموه الفانكشن از ا سيرفيس. طيب اول حاجه هنا لو شفنا بالشكل ده هنلاقي ان احنا بنوفر ريسورس كتيره، ان احنا ما بحتاجش ريسورس كبيره عشان اشغل الفانكشن، لان الفانكشن دي يا جماعه بتشتغل جاست وقت التنفيذ. في حاله التراديشنال او في حاله الكونتينر انا عندي سيرفيس شغاله سواء اليوزر بيأكسسها او لا، مع ان في الكونتينر طبعا بنقدر نعمل سكيل اب او سكيل داون، لكن انا مينيمم عندي ريسورس شغاله لازم تكون جاهزه قبل ما اليوزر يشتغل. لكن في حاله السيرفرليس انا ما بشغلش اي حاجه، هي جاست اليوزر بيحتاج يعمل التاسك ديت اوتوماتيك ريكوست بتروح للسيرفر خلال يعني شكل ما بتقول امازون خلال 300 ملي سكند، جزء صغير جدا، بيشتغل بيشتغل الفانكشن دي وبتتنفذ، وبعد ما بتتنفذ الفانكشن دي بتتمسح، يعني مش بتتنها مستمره ولا هي منتظره اليوزر عشان يستخدمها. ده على حسب اليوزر ريكوست بتاعته بيروح يشغل يعمل كوبي للفانكشن الكود ده بينفذه بيخلصه بينتهي. لذلك حتى هنا السيرفرات اللي هي مستخدمه لحاله السيرفر ليست بتشترط عليك ان هو ما يزيدش التاسك دي عن 180 ثانيه او 300 ثانيه ماكسيمم، لان هي جاست حاله مؤقته. اوكي طيب لو احنا دخلنا التكنيكال اكتر وشفنا هاو از ورك، هو بيشتغل ازاي؟ شكل ما احنا شفنا كده قلنا ان هو بيشتغل از ا فانكشن، لكن هو في الباك اند بيشتغل ازاي؟ في الحقيقه هو بيشتغل في الباك اند از ا كونتينر. يعني ان انت دلوقتي بيبقى عندك كده جي او اي، لو فتحت كده احد الشركات زي مثلا اي دبليو اس لامدا اللي هو من نوع من انواع اول شركه عملت الموضوع السيرفر ليس على الكلاود، لما بتروح تعمل كوبي للكود بتاع جوه الابلكيشن ده اللي هو السيستم بتاع لامدا ده وبتشغل هنا الكود، هو بيحصل ايه في النهايه في الباك اند؟ اللي في الباك اند ان جوجل سوري امازون عامله ان في الباك اند عباره عن كونتينر بيتكريت وبيحصل اكسكيوشن للكود اللي انت حاطه ده او الفانكشن، بيتنفذ الفانكشن ديت بتنتهي ثم يتم مسح الكونتينر ده. ففي النهايه هتلاقي ان كل الحاجات دي عباره عن في الاخر كونتينر في الباك اند. طب انت ما بتشوفش الكلام ده ولا انت محتاج تشوفه اصلا، سيرفر ليس ما بتدكش اي اوبشن انت تشوف حاجه في الباك اند، ودي يعتبر ميزه للناس اللي هي مش انفراستراكشر وناس كودينج فانا مش عاوز اشوف اساسا. ده من احد مميزاتها شكل ما نشوف ان احنا ايزي اوف مانج، ما بحتاجش اشوف اي حاجه بتحصل في الباك اند. فعمليه الكرييشن اللي بتحصل وبتنتهي والعمليه دي كلها بتاخد ثواني بسيطه جدا، عمليه الكرييشن نفسها ان انت ما تحط الكود ويحصل له اكسكيوشن ما بتاخدش اكتر من 300 ملي سكند، حاجه قليله جدا جدا بالنسبه للزمن، والتنفيذ بتاعه نفسه ما بياخدش 180 ثانيه المفترض اقل ده ماكسيمم، بلس ان هي بتنتهي بعد ما انت بتخلص. لذلك هنشوف ان هي الكوست بتاعك قليل جدا في الحاله دي. طيب دي الفكره الاساسيه ازاي بيشتغل. لو هنتكلم على البينفيتس، البينفيتس عندي كتيره جدا، يعني اولها الايزي اوف مانج. ان انا دلوقتي كراجل ادمن او راجل ديفيلوبر، طبعا احنا هنا بنتعرض للناس الديفيلوبر اكتر لكن هي طبعا متاحه لاي حد، هو بيروح يشغل الكود بتاعه ده وبينسى. يعني ايه؟ يعني ما بيحتاجش يعرف بقى السيرفر فين ولا ايه الريسورس ولا ايه الافيلابل ولا اي شيء، هو اوتوماتيك بيروح يشغل الكود، الكود ده بيتروح يتنفذ طبقا للطلبات اللي جايه له، مش بيتشغل باستمرار. فاول حاجه هو اليوزر مهتمش باي حاجه من ناحيه الهاردوير او الريسورس. موضوع الاسكابيلتي هنا لو عملناها كده الايز اوف مانج، هنا المانج سريع جدا مش محتاج اي خبره في اي حاجه، انترفيس بتحط فيه الكود وران، ما بيهتمكش في موضوع الريسورس ولا اي شيء. الجزء الثاني الموضوع الكوست، لان احنا زي ما شرحنا هنا ان الكوست بتاعك بيستخدم اس بي اس جو، يعني طبقا لاستخداماتك هو هياخد كوست، والكوست هنا يعتبر لا شيء. ليه؟ لان انت هنا بتشغل حاجات خلال ثواني، التاسكات اللي بتيجي دي بتشتغل وبتتنفذ وبتنتهي خلال ثواني فقط. كده احد شروط الكلاود او شركات الكلاود بصفه عامه او حتى انترنالي. فانت الكوست هنا قليل جدا. وعلى سبيل المثال لو انت اشتغلت مثلا على امازون هتلاقي ان هو بيديك ما يقارب يعني وانت ريجستر كده بس مليون فانكشن بتشتغل ببلاش خلال كل شهر،
انت جاست ريجستر فور فري بديك مليون، يعني مليون تقدر تشغل مليون كود عندك، مليون تاسك اتعملت، مليون فانكشن عملتها. ولو عاوز تزود تاخد مليون كمان تدفع 1 دولار، دولار واحد للمليون تاسك. تصور مليون تاسك يعني مليون اكشن حصلت، رقم رهيب طبعا بالنسبه لنا احنا كشركات حتى او في الميدل ايست. اوكي طبعا مليون تاسك ديت يعني عشرات الالاف من اليوزر اشتغلوا وعملوا تاسكات معينه، فالكوست هنا رخيص بشكل مش معقول. بلس موضوع الاسكابيلتي، موضوع الاسكابيلتي يعني ان انت تقدر مش بتهتم بقى بالريسورس الخاصه بالسيرفر، هو اوتوماتيك اوتو سكيل، ان انت بتعمل ترن التاسك بتاعتك هو اوتوماتيك بيشوف الريسورس اللي هو محتاجها بياخدها وبينفذ التاسك وبينتهي. بقدر يعني اشغل تاسك 2 100000 مليون مفيش اي مشكله، السيرفر في الباك اند هو بيهندلها ويوزعها على اكتر من سيرفر وبينفذ لك التاسك دي. ما بتشغلش نفسك بهاي افيلابيلتي ولا سكابيلتي ولا سيرفر ولا ريسورس ولا مانج ولا اي شيء. هنا موضوع الاسكابيلتي شغال بشكل متاح لان انت في الباك اند مش مهتم انت تعرف ايه اللي بيحصل في الباك اند، ولا مهتم ان انت ايه الريسورس او اي شيء. الشركه هي اللي بتتوفر لك السيرفيس ديت بشكل كامل، وتقدر تعمل لها سكيل على اكتر من سيرفر طبقا للريسورس اللي انت بتستخدمها في الوقت الحالي. وطبعا الكوست طبقا لعدد التاسكات اللي اتعملت. لو شفنا طبعا الكوست يعتبر ببلاش بمعنى الكلمه. طيب دي البنفيتس، ايه اليوز كيس بقى اللي احنا ممكن نستخدم فيها السيرفرلس؟ السيرفرلس بصفه عامه ممكن تستخدمها في اي شيء، يعني اي ستيتلس ابلكيشن، حتى ستيتفول ابلكيشن على سبيل المثال دلوقتي فيه تقدر تعمل كويري على داتابيز. يعني انت ممكن تاخد داتابيز الكونفيجريشن بتاعتك اللي انت عاملها في الداتابيز دي وتروح تعمل لها اكسكيوشن ككويري جوه امازون او غيرها، وتقدر تطلع الريزلت بتاع الكويري ده من خلال الفانكشن. دي حاجه لسه جديده، لكن بصفه عامه انت عندك اي كود ممكن تنفذه، اي كود عندك في الابلكيشن ممكن اروح انفذه واطبقه عندي، مش محتاج يعني مفيش هنا ليميتيشن كتيره. اوكي كود بتاعك ممكن تاخده وتشغله، اغلب اللانجوج دلوقتي موجوده افيلابل كبروجرامنج يعني على اغلب السايتات، فممكن تنفذ 99% من اللانجوج الموجوده عندنا في الماركت دلوقتي اي كود تروح تشغله. في حاجات بقى مشهوره قوي من امازون شكل ما نشوف في السلايد كده، في حاجات بقى الانتجريشن مع الاي بي اي مع امازون او جوجل او مايكروسوفت او غيره، او حتى لوكال لو انت عامل انفراستراكشر از ا سيرفيس او فانكشن سيرفيس كنوع من انواع الكلاود انترنال عندك، فانت بتقدر تنفذ اكتر من سيناريو. على سبيل المثال في حاجات مثلا اسمها ايفنت دريفن، ايفنت دريفن هي بتبقى حدث حصل عندك، ايفنت حصل او اكشن او شيء يعني او ايفنت لوجز او ايرور او غيره، وطبقا ليه بقدر اخد اكشن معين. فالاكشن ده ممكن يكون ان انا مثلا ببعت ميل، ببعت اس ام اس، بروح ارن لسيرفيس، اروح اكسكيوت لكود او اعمل ريستارت او غيره. الموضوع ده ممكن تعمله في شكل كود طبقا للايفنت اللي جاي لك، بروح اعمل اكسكيوت لحاجه معينه، ممكن الاكسكيوشن دي عباره عن كود. لو واحد مثلا بيعمل تاسك على السيرفر بتاعك، او واحد مثلا بيعمل ابلود فايلات، دي حاجه تاسك ليها مده معينه ان هو جاست بيعمل ابلود وبينتهي التاسك دي، فانت ممكن تشغل الابلود سيرفيس ديت عن طريق كود بتاعها ان هي ينفذها ويخلص بعد ما يحصل ابلود بتنتهي الفانكشن دي، مش محتاج اشغل الكود ده او السيرفر ده على طول. اوكي في حاجات مثلا زي مشهوره قوي على امازون على الموضوع اللي هو بيدخل موضوع السبيتش، اللي هو عباره عن ان انت لو واحد مثلا بيكلمك على التليفون ورساله مسجله، الرساله المسجله ده بياخدها يروح يحولها لك الى تكست. عمليه التحويل دي عباره عن سوفت وير هو بيعملها، السوفت وير ده نفسه هم بيحطوه از كود جوه لامدا اللي هو الفانكشن اند سيرفيس. يعني التاسك نفسها بتاع التحويل ديت هي عباره عن كود بياخدها، ياخد الرساله المسجله، يشغل الابلكيشن بتاع التحويل اللي هو من صوت الى تكست. العمليه دي كلها بتشتغل از كود في الباك اند. اوكي طبعا الافكار لا تعد ولا تحصى، ولا يعني هنقعد نتكلم فيها شهور. ممكن تعمل اي فانكشن عندك ان انت ممكن تحولها الى سيرفرلس. اوكي فهنا الافكار لو هنستخدمها لن تنتهي. طيب شفنا اليوز كيس، اخر حاجه الشركات اللي شغاله عندنا في موضوع السيرفرلس سواء كلاود او امبرس. لو هنشوف كده قدامنا هتلاقي ان شركات الكلاود يعتبر هي يعني التوب اللي عندنا الموجودين في الماركت حاليا، اللي هي سواء امازون او جوجل كلاود او مايكروسوفت او حتى اي بي ام واتسون.
هتلاقي ان امازون طبعا هي الليدر في المجال ده. هي اول من عمل يعني مش عاوز اقول الكونسبت بتاع السيرفرليس، لكن هي لها الرياده في الموضوع ده، لان هي عرفتنا بشكل قوي جدا بسيرفرليس وقدمته بشكل سهل، اللي هي خدمه لامدا، واللي هي بدات عندنا من 2014. فنشوف دلوقتي امازون لامدا، اوكي، في عندك بعد كده جوجل كلاود فانكشن ده اسمها، وفي عندك مايكروسوفت اجور فانكشن، ماشي، في طبعا اي بي ام، وفي علي بابا طبعا، يعني ديت اشهرهم. طبعا دلوقتي في شركات تانية كتير شغاله في المجال، ومساله وقت ان كل الشركات اللي بتقدم كلاود سيرفيس هتضيف الفانكشن از سيرفيس. لكن طبعا كانت الرياده والسبق يعني الانتشار عند امازون، اوكي، يعتبر الكوست عندهم يعتبر واحد قريب جدا من بعضه، لكن طبعا امازون فيها بعض البنفيتس، عندها سكيل كبير وخبره كبيره في الموضوع ده، بلس ان هي بتدعم كل يعتبر لغات البرمجه. الشركات الثانيه لسه محدوده الى حد ما في هذا المجال، لان هي تعتبر جديده، يعني جوجل لسه طالعه من سنه، مايكروسوفت طالعه من 2016، لسه علي بابا طالعه السنه دي، فلسه الموضوع جديد بالنسبه لهم. فدي الشركات الكلاود اللي شغاله في المجال ده. مش بقول مين احسن من مين، لكن هما دول اللي شغالين. طبعا هي امازون كانت اول واحد فيهم. طيب لو انا بفكر ان انا استخدمه اون بريمس، اعمل فانكشن از سيرفيس كنوع من انواع البرايفت كلاود اللوكال عندي، اوكي، موجوده عندي جوه الداتا سنتر بتاعتي. لو شفنا الصوره دلوقتي هنلاقي ان احنا عندنا في تحت مؤسسه سي ان اس اس اف اللي هي مسؤول عن كل الابلكيشن الخاصه بالمايكرو سيرفيس ككونتينر او غيره، وعامل سيكشن كامل للشركات اللي شغاله في مجال السيرفرلس. هتتفاجئ صراحه بعدد الشركات اللي شغاله في المجال ده، مع ان هي لسه التكنولوجيا جديده جدا، حتى مقارنه ان هي جديده احدث من الكونتينر سيرفيس. هتلاقي ان في شركات شغاله في مجال البلاتفورم والاي بي اي والسكيورتي والنتورك والمونيتورنج الخاصه بالسيرفرلس. يعني احنا لسه عند الناس او الماركت حتى لسه بادين فيه ان احنا لسه هنبني السيرفرليس تكنولوجي. في شركات اوريدي عملت سوليوشنز للمونيتورنج الخاص بيه، شركات عملت سوليوشن لموضوع السكيورتي والنتورك الخاصه بيه. فلذلك في الماركت دي لو هتشوف ان طبعا هتشوفها 90% من الشركات دي او اكتر شركات جديده خالص، كلها شركات ستارت اب انشئت من خلال الثلاث سنين اللي فاتوا، لكن هتلاقي ان في كميه شركات ضخمه جدا وعدد كبير جدا من الشركات اللي بتقدم الخدمات دي. طبعا مش بركومند شركه عن شركه، لكن هتلاقي عندك في الصوره هتلاقي في عندك، وممكن تخش طبعا على الويب سايت، في البورتفوليو كبير جدا عدد شركات، كل شركه متخصصه في مجال معين طبقا للتقسيمه اللي انت شايفها دلوقتي. فانت ممكن تختار طبعا، شوف الشركات اللي انت محتاجها او تقارن بينها براحتك، ايه اللي هتبني لك البلاتفورم بتاع الفانكشن اس سيرفيس، بعد كده هتشوف شركه مثلا للكمونيتورنج الفانكشن اس سيرفيس، لو عاوز تعمل سكيورتي حتى بين الفانكشن اس سيرفيس ده طبعا على حسب الشركه، يعني الليفل بتاعك ان انت تعمل سكيورتي بين كل فانكشن اس سيرفيس بينها وبين بعض. طبعا ده في اغلب الشركات ما بتستخدمش السوليوشن ده، لان هي شركه انترنال، ما فيش خوف ان حد يعمل هاكينج على حد تاني خلال الكود بتاعه، لانه بالفعل ما بياخدش ثواني في الران، بلس ان هي شركه واحده. لكن في شركات اللي بتقدم السيرفيس لكمباني تانية وهكذا، بتبقى تحتاج موضوع السكيورتي شويه عشان تعمل ايزوليشن بين كل كاستمر والتاني لما بيشغل الكود الخاص بيه. هنا مش بركومند شركه معينه او حد معين، انت ممكن تجربه، لان هو الماركت كله لسه جديد، فما هوش ماتيور قوي ان احنا نركومند شركه او شركه ثانيه، ما نقولش ان هي ركومند ليها، كلهم يعتبروا اغلبهم شركات جديده. وبلس ان هي الاحسن حاجه هنا ان هم اغلبهم اوبن سورس، يعتبر 90% من اللي بيبني البلاتفورم الخاص بالفانكشن از سيرفيس اتس اوبن سورس، فانت ممكن ببساطه جدا تستخدمه وتنزله وتجربه وتشوف الافيلابيلتي الموجوده فيه وهكذا. لكن حاجات المونترنج والسكيورتي اغلبها اتس بيد، يعني طبعا هي اوبشنال، ممكن ما تستخدمهاش خالص، لان اصلا التاسك والاكشن بيحصل خلال ثواني بينتهي، فيعني مش محتاج قوي الليفل من الهاي افيلابيلتي والسكيورتي والمونترنج وهكذا. بكده كنت انتهينا شرح موضوع السيرفرليس ككونسبت،
اوكي. طبعا سيرفرليس ان شاء الله هنحاول نعمل له فيديو اكتر عملي اكتر من سلسله الفيديوهات الموجوده على كونتلايزيشن، هنشوف فيه ازاي تقدر تعمل ديبلوي لفانكشن سيرفيس على امازون وتقدر او كلاود سيرفيس بصفه عامه، وتقدر تعمله ازاي ديبلوي على احد الاون بريمس ابلكيشن عشان تبني عندك كده ويوز كيس نجربها على السيرفيس دي ونشوف ازاي بتشتغل الفانكشن از ا سيرفيس. لكن من دلوقتي انت ممكن تطبق الكلام ده، اعمل اكونت فري على امازون وهيديك مليون تاسك ممكن تعملها على الفانكشن از سيرفيس. طبعا ممكن تقعد فيهم سنين، بيدالك كل شهر يعني بتتجدد كل شهر حتى المليون دي، وتقدر تنفذ الكود بتاعك من النهارده. يعني هنا مش محتاج اي اي وقت تضيعه ان انت تبني انفراستراكشر ولا حاجه، لكن انت ممكن تطبق الفكره والمفهوم ده من دلوقتي عندك من غير اي كوست، من غير اي تكلفه بالنسبه لك خالص. تابعونا ان شاء الله على كونتلايزيشن عشان تشوفوا الجديد بين سلسله اللايت بورد والفيديوهات والارتكل على موضوع المايكرو سيرفيس والكونتينر والسيرفرلس وغيرها. ما تنسوش تشتركوا معنا في اليوتيوب شانل وفي السوشيال ميديا على لينكدين او الفيسبوك او تويتر. كان معاكم خالد دسوقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.